معسكر السلان في ريف جوف بقبضة الجيش الوطني. كانت تعده الميليشيا معسكرا تدريبيا لمقاتليها ومنطلقا لتعزيزاتها العسكرية في المحافظة. وهو معسكر بين مديرية المصلوب ومديرية الغيل، يمثل عمق استراتيجي للميليشيات. بعده سيطر الجيش الوطني على منطقة الباحث ونوبة الهندي، والخطوة التالية قرية الغيل آخر معاقل الميليشيا بالمديرية. ليست مجرد مواقع أو مناطق، إنها ببساطة بوابات العمق الاستراتيجي للحوثيين في الجوف ومخزونهم البشري. مقاتلو الجيش الوطني يقفون الآن على مشارف آخر معاقل الميليشيا في الغيل، لا تفصلهم غير كيلومترات عن المطمة التي ما تزال في قبضة الميليشيا. تقدمت قوات الجيش الوطني والمقاومة على نحو سريع ومفاجئ، فأخذت الحواجز والمعسكرات. سريعا انهارت دفاعات الميليشيا ومعنويات مقاتليها، ولم تفعل غير التراجع والاختباء في المزارع التي حولتها إلى ثكنات ومخازن أسلحة، مع ضخ إعلامي ونفسي تحاول عبثا التبرير والتفسير، فلا تبدو مقنعة حتى لكثير من جمهورها. بحسب ما تظهره الخارطة العسكرية، فإن ما تبقى من مناطق الجوف الخاضعة لسيطرة الميليشيا صارت بين فكي كماشة، كلها في مرمى نيران الجيش، حيث تواصل القوات تقدمها من محورين بغطاء جوي من مقاتلات التحالف. في العلوم العسكرية تعتبر مديرية الغيل ساقطة عسكريا، بقي فقط المطمة وبعض الأطراف المحاذية لمحافظة صعدة، وهي مديريات ومناطق تقول قوات الجيش الوطني إنه من السهل السيطرة عليها بعد تجاوز مديرية الغيل بالكامل. قوات الشرعية مع الجيش الوطني والمقاومة تبدأ في تحرير مديرية الغيل بإذن الله، والمعركة بدأت من الساعة 8 صباحا وهي مستمرة حتى تطهير مديرية الغيل بالكامل. العيون مشدودة إلى صحاري الجوف، حيث تستميت الميليشيا في التمسك بتلابيب هذه الأرض قبل العودة إلى المفاوضات المرتقبة، فيما يسعى الجيش الوطني لانتزاعها منهم، ولن تتوقف القوات قبل استعادة السيطرة عليها بالكامل لضمان تأمين مركز المحافظة والتقدم صوب اختراق جبهة صعدة وعمران